ومرحبا بك، نحن معك على الهواء مباشرة وحلقة جديدة وبرنامج الحكم بعد المداولة. في هذه القضية عزيزي المشاهد وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الزراعة. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الزراعة وكان ضيفي الحلقة نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سيد أحمد العقاب ورئيس اتحاد المزارعين الشيخ خالد الصباح، وكان هناك حديث حول قضية الزراعة والمزارعين. هناك جهة أخرى مهمة جدا يجب أن نسمع رأيها في هذه القضية، هي لجنة الشؤون الزراعية في مجلس الأمة. سيكون معنا النائب علي الخلف في هذه الحلقة وسيدور النقاش والحوار. أهلا بكم. مرة أخرى أهلا بكم. الزراعة ومستقبل الزراعة في الكويت، هل هناك جدوى من وجود زراعة في الكويت؟ عمل لجنة الشؤون الزراعية في مجلس الأمة، لماذا وجدت هذه اللجنة؟ ما أهميتها؟ ماذا قدمت للزراعة والمزارعين؟ نقاط كثيرة سنتحدث بها في هذه الحلقة وضيف هذه الحلقة النائب علي الخلف رئيس لجنة الشؤون الزراعية بمجلس الأمة، عضو اللجنة المالية ورئيس اتحاد المزارعين سابقا. أستاذ علي الخلف حياك الله، سعداء جدا بوجودك معنا. شكرا جزيلا حقيقة، أنا أقدر دعوتكم الكريمة وأثني كذلك على الجهاز التلفزيوني والأخوة العاملين بهذا الجهاز على الروح الطيبة والنقل الرأي الآخر إلى الحقيقة مواطنين ومشاهدي الكويت. هذا واجبنا أستاذ علي، وجدا سعداء بوجودكم وأنتم الذين تشرعون القوانين، وهذه مهمة بالتأكيد ليست بالمهمة السهلة. هل أبدأ معك باللجنة، ما رأيك؟ إيه تفضل. نبدأ باللجنة. هناك اللجنة الاقتصادية واللجنة لجنة الدفاع والداخلية والدفاع، لجان كثيرة تمس صميم الحقيقة واقع الإنسان الكويتي. لجنة الزراعة من اللجان الموجودة، هي لجنة مؤقتة، لماذا الزراعة فقط هي التي أو لها لجنة في مجلس الأمة؟ هل لأهمية الزراعة أو لوجود 17 نائب يمتهنون هذه المهنة؟ شكرا أخ فارس حقيقة على السؤال القيم. أحب الحقيقة أبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن وجدت هذه اللجنة حقيقة داخل مجلس الأمة نتيجة رغبة داخل المجلس من أخوة أعضاء مجلس الأمة، وهذا دليل واضح بأن فعلا وجود الكم من المزارعين في بلدنا الحبيبة، انفرض وجود 17 مزارع داخل هذا المجلس، وإن وجدت اللجنة نتيجة رغبة الأخوة حقيقة أعضاء مجلس الأمة، وهي لجنة مؤقتة من ضمن اللجان المؤقتة إلى أن تنتهي من أعمالها وترفع إلى مجلس الأمة. نعم، إنما كلجنة جدا ضرورية تواكب الحقيقة القضايا المهمة في البلد من ضمن قضية الزراعة. نعم أستاذ علي، لا شك أنكم في اللجنة هناك اجتماعات، هناك استطلاع للآراء، هناك تلمس لواقع الزراعة في الكويت. في البداية، هل أنت من المؤيدين للزراعة في الكويت؟ تشوف أن الزراعة لها جدوى بالكويت، مع أن هناك يقول من يقول لا توجد أي جدوى للزراعة بالكويت؟ هذا السؤال حقيقة أنا تعبان، يبدو أني أضع يدي على الجرح. نعم، هذا السؤال حقيقة أنا دائما أسمعه من الأخوة المسؤولين بالأخص الوزراء اللي هم اتصال مباشر بالزراعة. يؤلمني جدا أن أنا حقيقة أسمع من شخص مسؤول هو على اطلاع فيما يدور من زراعة وعمومها بعض الأخوة المزارعين، بأخذوا الأخوة المسؤولين. طبعا بداية نسيت أن أنا حقيقة أثني وأشكر صاحب السمو الوالد وسمو العهد اهتماماتهم الخاصة بالزراعة من خلال اللقاءات الجانبية، فكان من ضمن اللقاءات أيام كنت رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين لي الشرف أن أتلقى أمر سامي من السمو الأمير، بأن قال لي أبيك تجتهد وتستمر ونبي الزراعة تأخذ وضعها في البلد.
وعليه الحقيقة كم تم اللقاء كذلك مع سمو ولي العهد. ومن هذا الحقيقة الموقع استمرينا بأن فعلا نخلي هالزراعة على واقعها في بلدنا جهاد، وراح نستمر في هذا الجهاد. نؤمن بأن الزراعة هي جزء من الاقتصاد الكويتي، رغم حقيقة المعوقات اللي قاعد تواجهنا سبيل المثال من الأخوة المسؤولين بالدرجة الأولى، بعض الأخوة اللي هم طبعا ذوات شأن اقتصادي في البلد يعرضون فكرة كذلك وجود زراعة في الكويت لأسباب هم يفهمونها حقيقة، ما أحب الطرق لها، إنما يكفينا شرف حنا. أنا حقيقة كرئيس لجنة وكمزارع ونصح التعبير، أنا أكثر من 250 سنة مزارع، لي الشرف أن أمتن هذه المهنة، ومهنة وجدت مع الخليقة. يكفي أن الإنسان يزرع ويأكل الآخرين، فهذه من أرقى المهن الحقيقة الربانية، وعليه فشيء طبيعي أن تنوجد هذه الجبهة أمامنا. هل الزراعة ممكن ولا لا؟ أنا أقول ممكن، ما في شيء مستحيل، وراح نستمر وإن شاء الله إن شاء الله نوصل إلى طموحاتنا بأن فعلا الزراعة تكون جزء من الاقتصاد الكويتي إن شاء الله. نعم، هذا السؤال هو لب الموضوع في هذه الحلقة أستاذ علي، وسنتحدث إن شاء الله حديث طويل ونقاش في هذه المسألة أيضا. عزيزي المشاهد، نتمنى أن تكون معنا، خصوصا إذا كنت من المهتمين في مسألة الزراعة. وأنا هنا أيضا أحب أن يشاركنا الاختصاصيين من المهتمين بهذا الموضوع، أيضا من رجال الأعمال اللي لهم وجهة نظر قد تكون تتفق مع الأخ علي أو تتعارض معها. أيضا الاقتصاديين يجب أن يشاركونا، أو نتمنى أن يشاركونا إن شاء الله. أرقام هواتفنا ستظهر على الشاشة الآن، وسنعود مرة أخرى للنقاش. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في كل مكان عبر القناة الأولى والفضائية الكويتية. الزراعة ما لها وما عليها، والسؤال الصعب، هل ستكون هناك زراعة في الكويت؟ هل نحن نحلم أم هذه حقيقة؟ يجب أن يكون لدينا زراعة ونملك مقومات الزراعة. النائب علي الخلف، رئيس لجنة الشؤون الزراعية بمجلس الأمة وعضو اللجنة المالية ورئيس اتحاد المزارعين سابقا. أستاذ علي، أعود معك مرة أخرى، أرحب بك وأيضا أطرح سؤال حول اللجنة. اللجنة بالتأكيد رأيت كمزارعين أنتم وحضرتك رئيس اتحاد سابق، هناك هموم وطموح باللجنة. كيف رأيتم الزراعة؟ ما هي التشريعات؟ أين وصلتم مع المسؤولين في الجهة التنفيذية؟ شكرا أخ ساير. حقيقة أحب أنا بعد كذلك بالنسبة للسؤال أعمال اللجنة، أحب أنوه أول شيء الحقيقة أعضاء الأخوة أعضاء اللجنة الزراعية، وعلى فكرة كلهم مزارعين يعني. نعم. ما تشوف هذه ممكن يكون أنتم منحازين لمسألة الزراعة ولا؟ لا، أنا أعتقد أن أؤمن بالتخصص. نعم. بالخبرة، لما يكون مزارع في لجنة زراعية، نعم، لما يكون مشرع أو محامي في اللجنة التشريعية، أعتقد يكون عطاء
أكثر. لما يكون رجل اقتصاد مثلا والله يتخصصه أو عضو مجلس ثم رجل اقتصاد يكون لجنة مالية نعم فيكون عطاءه وتشريعه في مجاله يكون أفضل. أنا عندي الحقيقة الأخوة جهدهم طيب وياي، الأخ منازل العنزي مزارع، الأخ هادي هايف الله يشافيه إن شاء الله مزارع، جاسر الجاسر مزارع، سعود القفيدي مهتم بالزراعة، راشد الهبيدة مزارع، مخلد العازمي مزارع، كل أخوان مزارعين أعضاء اللجنة. حقيقة اجتمعنا كذا اجتماع، أحب الحقيقة يعني أذكر فيما يتعلق بأعمال اللجنة. أول شيء هناك اقتراح بقانون تعديل الحقيقة مادة من إنشاء الهيئة، المادة واضحة تنص تعديل الهيئة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية بنسبة لا تقل عن 50%. الأخوة مقدم الاقتراح بما فيهم أنا طبعا نائب رئيس مجلس الأمة الأخ طلال عيار، الأخ عبد السلام ناحي العصيمي، الأخ راشد سالم الحبيدة، الأخ فهد دهيسان، كلهم أعضاء مجلس الأمة. وهذا الحقيقة التعديل المادة بأن الغاية منها فقط عشان يكون بالصورة شوف على الكادر الحقيقة أنه يكون دعم معنوي ومادي للمزارعين، فهذا طبعا دليل واضح أنه فعلا مجلس الأمة مهتم في هذا الكادر وراح يستمر حقيقة. أنا أعتقد في نهاية الدور العقاد الثاني في هذا المجلس إن شاء الله راح يتحقق الكثير والكثير للأخوة المزارعين. مثلا قانون آخر اقتراح برغبة حقيقة كذلك موجود يتعلق بالدعم الحيواني، دعم الحقيقة الشعير صح التعبير، هو على أن يستمر الحقيقة دينارين لا يرتفع هذا السعر. الأخوة مقدمين الاقتراح حقيقة أخوان زملاء لهم تقدير كذلك، وأنا أعتقد أن الاهتمامات هذه فيما يتعلق حتى بالحقيقة بالألاف. الشيء الآخر كذلك بس أنا بستعرض حقيقة بعد إذنك أستاذن شو اسمه اللي قاعد يحصل بالنسبة للبنك الصناعي، هناك محفظة خصصت ما قبل الغزو الغاشم على الكويت مبلغ 50 مليون دينار. يؤسفني بأن أنا أتطرق إلى الموضوع، لأن الآن في الحقيقة سؤال مقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأخ ناصر روضان أيام كان وزير المالية، والآن هو في موقع كذلك مسؤوليته أنه هو الآن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتبعية الهيئة العامة للزراعة. السؤال يتطرق إلى متى أن تظل هذه المحفظة مغلقة وانشأت بمرسوم مبلغها 50 مليون دينار كويتي، والآن بعد التحرير مباشرة لله الحمد بعد ما نعم الله علينا لا زالت مغلقة أو متحفظ عليها وتدر أرباح ووصلت أكثر من 50 مليون، ولا زال المزارع يحرم يؤسفني من هذه المحفظة اللي تنشط الاقتصاد بما فيها طبعا الاقتصاد الزراعي والتربية الحيوانية. هذه ملاحظات جدا قيمة والحكومة مسؤولة عنها، يؤسفني الإجابة غير وافية، هذه موجودة من الأخ وزير المالية. كذلك هناك إعفاء من الحقيقة من المزارعين من قروض بنك التسليف والدخار اللي هي ما قبل الغزو أكثر من المضررين الأخوة المزارعين. نأتي لجميع المزارع الحقيقة كانت في العبدلي أو الوفرة دمرت بالشامل ونهبت من العدوان العراقي، ويؤسفني أن المزارع بكدحه وتعبه ومال أولاده وبيع أقصاد من التأمينات الاجتماعية ورد عمرها مرة أخرى والسوق ينعم بالكثير والكثير إنتاجه، لا زال التعويضات الأخر أخوان المزارعين لا يدرون إلى متى تستمر هذه الحالة. أي نوع من التعويضات تريدون؟ التعويضات نتيجة الحقيقة نتيجة الغزو. نعم إحنا متعلقين في قانون عارفين الهيئة الأمم المتحدة، ولكن لا يعاقب المزارع الكويتي أن المحفظة تظل مسكرة. افتح المحفظة عليها الحقيقة نتيجة فوائد، ولكن لا تسكر وحرم منها المزارع. هذه القروض يعني الآن الحقيقة قانون تقدمي فيه عشان تكون بصورة، استعرض الأخوان كذلك عبد السلام راشد الهبيدة منيزل أخ طلال مبارك العيار بما فيهم أنا لإعفاء المزارعين دين لا زال موجود عليهم نتيجة دمار من الصفر، دمار من الصفر من باب الأولى أن يلقى مثل ما ألقى بغية. أنا هذا وجهة نظري، أو يعامل معاملة الحقيقة أن الإنسان رأس ماله يستثمر في بلده ويدمر. ما في إجراء لغاية الآن، وأنا أحمل طبعا وأعتب على الأخوة المسؤولين بالأخص وزارة المالية. وزارة المالية حقيقة مقصرة جدا في هذا القطاع لعدم إن صح التعبير لعدم قناعتهم بهذا القطاع، وهذه مشكلة احنا نواجهها وراح نستمر فيها. وأعتقد أنا نشرت الحقيقة في المجلس الجلسة يوم الثلاثاء أن هناك توجه باللجنة الزراعية مطالبة تامة للأخوة أعضاء مجلس الأمة لحقيقة تعليق ميزانية الهيئة العامة للزراعة. أستاذ علي، مسألة الاقتناع مسألة مهمة، يعني الأخوان في وزارة المالية وهذا سؤال
بكل تجريد يرون أن ما عندهم قناعة بمسألة الزراعة. أنتم ترون أن هناك قناعة وقناعة مهمة بمسألة الزراعة. هناك تفاوت بين الجهتين، يعني تطلبون شيء من جهة هي أصلا مو مقتنعة بوجود زراعة في الكويت. ما تعتقد العملية شوي صعبة؟ لا عدم الحقيقة، يعني احنا ننتظر أمر من جهة رسمية تقول لا تزرعون، نقول حاضر، أنا مستعد من الآن بهذا الموقع. يقول لا تزرع، أقول حاضر، بس ما يقول لي ازرع، يوهقني ووصلني لهذا المسار بعدين يقول لي ماكو زراعة. بعدين أنا ما أنا الحقيقة هذه بلد مؤسسات قوانين فيها، تنشئ لي محفظة وتوزع لي أراضي مو ببلاش، مقابل يدفع شهريا أو سنويا عليها، بالإضافة إلى ذلك تدني الأسعار بالأسواق. أدري الحقيقة أنا أقول تبي لها غربلة من جديد، وأنا شخصيا شنو اللي تحتاج لها غربلة من جديد؟ الهيئة العامة للزراعة شكل الزراعة بشكل واضح بالنسبة لأصحاب القرار، ما في قرار حقيقة واضح. أنا أسمع كلام وأسمع كلام آخر. أنا بسبب مثال سمعت المسؤول، واسمح لي لا ما بطرق الاسمه، قال لي أنا شاكلك جدا إيه، وقال لي يوم الأيام هل معقول بهالتراب وهالسموم ومش عارف إيش والمال مالح ينزرع؟ أقول أي ينزرع، هولندا أنا أعطيته مثل المطر مستمر فيها وثلوج ومستوى سطح الأرض عندهم منخفض أقل من، وبالتالي هي أفضل بلد في العالم بالصناعة الزراعية وبالتصدير إلى السوق الأوروبية المشتركة، سواء منها الثمريات ولا الورقيات أو الورود. وأنا أعرف أن بورصة متنقلة من هولندا إلى دول العالم بالذات الورود، حنا نشوف وصلوا إلى الورود وحنا الآن نتعب على الطماط وإلى آخره. فالإضافة لأن أحسن البذور قاعد يوصلنا إحنا بالكويت وقاعد ذي. بس أنا الحقيقة بعطي يعني إنتاج العمل داخل لجنة إن سمحت لي أبو خالد، فهذا حقيقة ما في رد على الحكومة لغاية الآن. شوف الاقتراحات هاي كلها قوانين، هذا قانون بالحدود الشمالية. أنا ودي أوقف في القانون الأول أو الاقتراح الأول، الاقتراح اللي هو أن تخصص 50% من ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم الزراعة. جاي قانون مماثل حقيقة بتخصيص مبلغ، راح أقول الكلام، مبلغ الحقيقة للدعم النباتي. لازم مميز الندوة الأخيرة الحقيقة وقيمت هنا، أنا شاكر لك الحقيقة، تطرقت في مواضيع كثيرة في حلقات سابقة. نعم، وفي مغالطات حصلت، أكون جريء وكل صراحة أقولها. الدعم يجب أن الحقيقة فئات، أكو دعم نباتي، أكو دعم حيواني بما فيها طبعا أنت عارف الشيء الأخير، أكو دعم الأسماك. الآن اللي حاصل الحقيقة الأخوة أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة العامة للزراعة يصنفون ما يصنفون، بس أنا بعرف شيء واحد، الأخوة أعضاء مجلس الإدارة بالحقيقة أرجو كل الرجاء إذا نموا بالديمقراطية برأي الآخر يجب أن نستقبل الكلام، وإذا في رد أنا حاضر. كم مزارع عندي داخل وكم مربي داخل مجلس الإدارة؟ باب الأولى أن يرسمون هذه الحقيقة الاستراتيجية ويرسمون الخطط داخل مجلس الإدارة ناس متخصصة. أرجو أن يستقبلون كلامي بكل حقيقة روح طيبة، وأنا متأكد أنه راح يستقبلونها بكل روح طيبة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، النقطة الأخرى، شنو مشاركة الإخوان الهيئة العامة للزراعة؟ هل اتصلوا بالممثلين المزارعين؟ شاركوهم الرأي؟ ما أعتقد. أنا أعتقد أن الكتب يجب أن تكون واضحة، هل راسلوهم قالوا في استراتيجية تعالوا شاركونا بالرأي، في خطة؟ ما في، القاية منها بس صراع. واللي وجد الحقيقة الدعم بجهد طيب من الأخوة اتحاد المزارعين والأخبار راكنون الأنساء مع الشيخ خالد، وكذلك مجلس الأمة، أعضاء مجلس الأمة متخصصين. والآن ردت الهيئة، أنا عندي إجابة الآن راح أفرجك إياها، اقترحوا بمبلغ معين والمالية ردت لهم قالت لهم ولا فلس أعطيكم. ما أنا عارف حكومة ترد إلى الحكومة ولا فلس لكم ما راح أزيدكم. لذلك احنا الحقيقه اضطرينا نتبع اسلوب اللي هو مقنوات دستوريه، نجد تشريع للمزارعين عشان يستمرون في هذا القطاع. الان الزراعه ما فيها رجعه، مثلا مضخات وانا ابيعها عشان اصفي مزرعتي، اليات متخصصه للزراعه وانا ابيعها اذا ما استمريت انا مضطر ان انا علي ديون والى اخره، انا ابيع بالتنقيط اللي هي متخصصه هذه على مستوى مثل 100,000 او 200,000 او 300,000 متر مربع، لما انا سكر مزرعه وين من اشتريها؟
أصدرها مرة أخرى عشان تباع عند الأخوة الحقيقة المتخصصين؟ لا. لذلك أنا أقول يجب أن نسارح إحنا في مجلس الأمة بعمل تشريع للمزارعين. أعتقد فرصة مؤاتية جدا، والعمل هذا عمل حقيقة مهني بعيد عن العمل السياسي. أنا شوية حقيقة أنت سألتني أن أنا لازم أوريك التشريعات اللي هي على الطاولة. تفضل. هذا تشريع اقتراح بقانون هو الأهم، أنا راح أتطرق للآن الحقيقة. هذا الدعم النباتي قانون كذلك 3 ملايين دينار كويتي سنويا للدعم النباتي مو الحيواني. نعم. الحيواني سنويا من كم الميزانية؟ ميزانية الهيئة هم الآن الحقيقة السنة الماضية خفضوا وضغطنا باللجنة المالية. نعم. تحت ضغط باللجنة المالية أنا والأخوة الزملاء من ضمنهم الأخ مخرد العازمي طلعنا بنتيجة أن عززنا الميزانية، ولكن حقيقة السنة هذه راح يكون أسلوب آخر حقيقة داخل هذه المؤسسة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي. هذه حقيقة 3 ملايين متقدم فيها الخير. أسلوب آخر من أي ناحية يعني؟ أنا أكون من ناحية تعليق الميزانية سبيل المثال. هل نعتبر هل نعتبر أبو عبد المحسن هذا نوع من التهديد للإخوان بالهيئة؟ لا العفو مو تهديد، لا الإخوة بالهيئة أعتقد عندهم خبر أن فعلا إحنا أعلنت لهم باللجنة الزراعية الأسلوب هذا حقيقة يجب أن يطور ويعدل. طريقتكم هذه غير جائزة وراح نعلق. قلت لهم هم عندهم خبر، وأعتقد أنا قلت وعلقتوا سابقا أنتم ميزانية الهيئة. لا الحقيقة إحنا ما علقناها، إنما قلنا يمكن في استجابة، ممكن في استجابة. يعني نعلم جيدا أن الحكومة نفسها طويل، بس الزراعة أهل الزراعة ترى نفسهم طويل كذلك، فاستجبنا بالدور العقاد الأول دور العقاد الثاني. في ضغوط من الأخوة المزارعين، في ضغوط من اتحاد المزارعين، في ضغط من الأخ براكنون كذلك، في ضغط من الحقيقة من الجهات ومزارعين كبار يعني يقول لازم تأخذوا لنا إجراء بحكم ممثلين. أنا بتطرق لهذا الموضوع، هذا الموضوع جدا مهم. اقتراح بقانون مر على اللجنة حقيقة، يوسفني أن اللجنة بالإجماع رفضته، ولكن بالآونة الأخيرة يمكن تكون رجعة، أو ما نقول نتعاطف، ولكن ربما داخل المجلس يكون امتناع القانون هذا المتقدم في الأخ طلال سعيد بإلقاء الهيئة بتاتا من على الوجود. احنا طبعا طموحاتنا أكبر، نتمنى يكون بدل ما يكون هيئة تكون وزارة. وزارة، ولكن بالأسلوب والطريقة هذه أعتقد كارثة. فأنا أحذر كذلك عدم ما أخذ، أنا آسف قلت أحذر ونبه يعني أن فعلا ربما الآن على جدول الأعمال في مجلس الأمة أن ربما المتعاطفين بوجود الهيئة راح يمتنعون، وبالتالي يمكن يظهر قانون بإلقاء الهيئة ويظل قسم داخل وزارة الأشغال. نعم أستاذ علي، لو فرضنا أن تم هذا الموضوع وألغيت جدلا ألغيت الهيئة، ما هي استفادتكم كمزارعين من أن الهيئة تلغى؟ ألغيت لمجرد أنها تلغى أو ستستفيدون شيء معين؟ والله هي الحقيقة فيها مضرة، أتكلم بالمنطق، فيها مضرة بالنسبة للقطاع الزراعي. حنا لما منظور أن يكون الحقيقة وزارة عشان تضع خطط منظومة الاقتصادية، يجب أن يكون القطاع الزراعي حقيقة مشمول بالاقتصاد الكويتي. أوكي. لو نرجع للأخوة الحقيقة الخليجيين والمملكة الشقيقة المملكة العربية السعودية، نشوف الزراعة شلون متقدم، الخليج شلون متقدم. يعني احنا نبي نتمنى الحقيقة أن يكون كذلك الزراعة لها وضع داخل البلد. احنا في كارثة، احنا في أسوأ حالاتنا. يؤسفني أن القطع الحبل المقطوع ما بين الحقيقة المزارع وبين الجهات الرسمية، إنما كممثلين داخل مجلس الأمة هذا العمل مهني غير سياسي، وأنا أعني ما أقول مهني غير سياسي، إن فعلا مضطرين نتبع القنوات الدستورية فيما يتعلق بتعليق، ما عندنا غير تعليق الحقيقة ميزانية. تستخدمون أدواتكم الدستورية في هذا المجال؟ فقط ما عندنا غير حقيقة. أستاذ علي، وين ممكن تلتقون أنتم والجهات الأخرى المختصة في عملية الزراعة؟ هل هناك حلول وسط، نقاط التقاء معينة ممكن تلتقون فيها؟ والله أنا حقيقة يعني بحب أبين للأخوة المشاهدين أن أنا دعيت الحقيقة بصفة رئيس اللجنة جميع الحقيقة المسؤولين بالقطاع الزراعي. سبيل المثال شوف التواريخ من 26/5، أعطيك واحدة منهم، مناقشة موضوع الدعم الزراعي، الأخرى شح المياه في منطقة العبدلي ونارة الطرق في منطقة العبدلي، موضوع الحيازات الزراعية، الإحصاء الشهري، هم عارفين الأخوة بالهيئة وعارفين جميع الأخوة المزارعين، دراسة عملية تنظيم السوق والخضار والفواكه. هذا الكلام قاعد ردد أكثر من 20 سنة، مأساوي.
استدعينا من الأخ محمد الرفاعي زميل عزيز وصديقي، أنا لا أشكك في عطائهم وجهدهم الأخوة ذولا، ولكن الحقيقة مجلس الإدارة عندهم تأييتهم شوية أو مو قادرين يأخذوا قرارات. بالإضافة إلى ذلك أن لازم يعرفون، أرجو كل الرجال يفهمونها، أن هم بدون المزارع ما يقدرون يشتغلون، هذا شيء مهم. هم الآن مهملين الزراعة على جنب، مهملين المزارع على جنب. الاجتماع محمد الرفاعي المدير العام، الأخ أحمد النقيب أتمنى له الشفاء العاجل، كان مصاحي من فترة، وإحنا نقول إن شاء الله ما تشوف شر إن شاء الله. الأخ جاسم الحبيب زميل وعزيز ومزارع، الأخ عبد المحسن القلاف مسؤول عن التخضير، الأخ أحمد عقاب كذلك زميل وعزيز، هذه من وزارة من الهيئة، شوف من وزارة التخطيط بدر البحر وكل وزارة مساعد كان بوقتها، عمال عبد الكريم رئيس قسم، شوف الكم من الاتحاد الكويتي للمزارعين الشيخ خالد الصباح، حمود الكريباني إلى آخره، بلدية الكويت عبد الرضا حيدر مسؤول عن السوق، وزارة الكهرباء الأخ وكيل وزارة سعود الزيد. عيزنا هذا اجتماع، شو صارتوا له؟ شنو الخلاف؟ شنو الخلاف في الموضوع؟ خلاف تبي صدق يعني أمانة أقولها؟ إيه يا أخي، نطلع إحنا بتصور مرتاحين، ماكو يعني، أصبحنا خبراء بالكلام وخليليين بالفعل. يعني أنا لما أجي صاحب القرار أو صاحب الحقيقة التنفيذ، ألاقي تنفيذه جدا بطيء أو ما عنده الجرأة، ما أنا ما أنا ما ألعن أنا حقيقة بدوامة. أي مثلا شخص وزير أقعد أدرش وياه على موضوع الزراعة، أطلع بتصور أنا راضي، وفاجأ باكر صار يقول ها يصير خير مش عارف إيش، ماكو قرار. لذلك أنا ناشد حقيقة، أنا ناشد تدخل صاحب السمو شخصيا الله يطول عمره وسمو ولي العهد بهذا الموضوع، لإنقاذ هذا القطاع حقيقة من إيش، من العمل المأساوي والتلاعب في نفوس الناس وكذلك في نفسياتهم. الناس هذه أغلبها ترى تكدح وتتعب، يؤسفني أنا بيمرجون للتأمينات الاجتماعية يلقونهم أغلبهم اللي ما يكون كلهم أغلبهم بعين معاش أولادهم ويدارون هذا المبلغ البسيط داخل بلدهم. أظن قمة في الشجاعة أنه قاعد يدور مبلغه اللي هو أخذه من معاش من حج أولاده صحيح التعبير ويستثمره في بلده. نعم، احنا راح نتكلم عن حجم الاستثمار وكل المعوقات أستاذ علي وكل المواضيع، وسنعود معك عزيز مشاهد إذا كنت من المهتمين بهذا الموضوع وكنت مستمتع معنا أيضا بهذا الحديث حول موضوع الزراعة، فسنعود لك مرة أخرى إن شاء الله بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى وبرنامج الحكم بعد المداولة، وهذه الحلقة حول الزراعة في الكويت. هل ممكن أن تكون لدينا زراعة في الكويت؟ ما هي المعوقات؟ وحديث مع النائب علي الخلف رئيس لجنة الشؤون الزراعية بمجلس الأمة عضو اللجنة المالية ورئيس اتحاد المزارعين سابقا. معنا اتصال. ألو. ألو. يا هلا. مساكم الله بالخير. الله بالخير. الأخ علي الخرس معنا على الهواء، تفضل. أهلا بك. يا هلا. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الذي يسبح له ما في السماوات والأرض منبت الزرع ومنتج الزرع، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين. وعليه الصلاة والسلام. والتحية والتقدير لأسرة برنامج الحكم بعد المداولة الناجح. شكرا طال عمرك. الله يطول عمرك الذي أتاح لي هذه الفرصة القيمة لأسأل الأخ علي الخلف رئيس اللجنة الزراعية في مجلس الأمة الموقر والذي كان له شرف رئاسة الاتحاد الكويتي للمزارعين في السابق، وهو العليم بما يكابده المزارع الكويتي المنتج من مآسي خصوصا في عملية التسويق والدعم. والله بعد أكثر من هذا الدفاع من علي الخلف لقضية الزراعة ما تلقى بعد أكثر من كذي. هذا صحيح، وأنا أشكر أبو عبد المحسن. شكرا جزيلا. لكن في الحقيقة من موقع مسؤوليته أنا أسأله، هل هناك دولة في العالم لا تدعم وتذلل الصعاب أمام القطاع الزراعي حتى تؤمن لمواطنيها ومقيميها ولو جزءا يسيرا من الأمن الغذائي يلجأ إليه وقت الصعاب؟ وأنت تعرفون والكل يعلم بأن الكوارث الطبيعية
ممكن تتعرض لها أي دولة زراعية مصدرة للكويت. قبل فترة وجيزة أيام المطر لما انقطع الوارد لمدة 4 أيام تقريبا السيارات ما دشت، وصل الله يطول عمرك كرتون الطماط إلى 6 دنانير وخمسة دنانير، كذلك المنتجات الأخرى على هذا القياس. وتطرق أبو عبد المحسن جزاه الله خير إلى عدة اقتراحات بإصدار قانون. أنا أسئلة، متى يصدر قانون متكامل واضح البنود يشمل كل جوانب القطاع الزراعي من نباتي وحيواني وطير وأسماك؟ لأنه كما يعلم الخلف لن ولن تقوم قائمة للزراعة الكويتية في غياب مثل هذا القانون. صحيح. وفي الحقيقة شكري للجميع مشفوعا بالتحية والتقدير إذا سمحتوا لي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين على خطوته الإيجابية التي كان المزارع في الحقيقة يتمنى أن تتبناها الهيئة، ولكن قام بها الاتحاد في عملية التسويق لمحصول البطاط والخيار لهذا الموسم. أشد على إيدينهم وأقول لهم إلى الأمام، والله يوفقكم. شكرا خدمة هذا الوطن. شكرا للأخ علي الخرس. وأنقل سؤال أستاذ علي الخلف، متى يصدر قانون؟ ما في قانون للزراعة بالكويت أستاذ علي؟ والله شوف عموما يعني شكرا جزيلا للأخ علي الخرس، وحقيقة أنا لن أتفانى وأتأخر هذا الموضوع. ويعلم الأخ علي وأنا عارف أنه هو حريص جدا حقيقة على القطاع الزراعي والقوانين بالذات، أن أنا زود الاتحاد الكويتي للمزارعين موقعي كرئيس اللجنة بجميع الاقتراحات برقبة والاقتراحات بقوانين. والأخوة الحقيقة بيني وبين الأخوة اتحاد اتصال مباشر مع الأخ الحقيقة الشيخ خالد، مع الأخوة أعضاء مجلس الإدارة، وفي حقيقة صح تعبير راح يكون هناك لجنة من مجلس الإدارة، لجنة تنسيق واتصال مع بالذات مع اللجنة الزراعية في مجلس الأمة لعمل أمور كثيرة من ضمنها مداولة الاقتراحات بقوانين. نعم يعني أنا أعتقد أول مرة في حياة مجلس الأمة إن صح التعبير تنوجد هذا الكم من الاقتراحات بقوانين داخل مجلس الأمة. والأخ علي الخرس إذا حب يتأكد حياه الله في مجلس الأمة بيته في أي وقت، وأزوده الحقيقة باقتراحات بقوانين. يعلم جيدا أن المجلس الأمة له 4 حقيقة دور عقاد. دور عقاد الأول كان يمكن كثير من الأخوة حقيقة المواطنين يعلمون ما دار في دور عقاد الأول. دور عقاد الثاني الآن كثير من الحقيقة داخل جدول مجلس الأمة لمناقشة هذه الاقتراحات والقوانين. أنا أؤكد والأخ علي بأن سوف نجتهد إن شاء الله بأن يظهر للنور كذا قانون يخدم هذا القطاع. الأخ علي يعلم جيدا أن أنا كنت رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، والأخوة الآن حنا في مشوار واحد، الأخوة الموجودين أنا أشد من إيدهم كذلك وجودي في هذا الموقع. إن شاء الله ننهض في هذا القطاع متكاملين لمصلحة الكويت بالدرجة الأولى من ثم مصلحة هذا القطاع إن شاء الله. أستاذ علي، تكلمنا في البداية أن أنتم مقتنعين بوجود زراعة وبجدوى وجود زراعة، بعض المسؤولين غير مقتنعين مثل ما تفضلت بوجود زراعة في الكويت، يقول لك هذه الرملة وهذه شو اسمه ما أعتقد أنه ممكن نسوي شيء بالزراعة. مسألة الإقناع مسألة مهمة، كيف تقنعني أو تقنع من لا يهتم بالزراعة في جدوى وجود زراعة في الكويت؟ شنو ممكن راح يتغير؟ وأيضا شنو المطلوب من المسؤولين؟ شنو المطلوب الحدود الدنيا على الأقل نتكلم فيها؟ الأخ صاير من الحقيقة متمسك هذه المقولة، بعد ما يترك المنصب الوزاري نجده هو يتوجه للزراعة ويستحوذ على المزرعة بالشراء إلى آخره. هذه موجودة الأخوة المزارعين كلهم يعرفون. طيب هذه نقطة لصالحكم مو ضدكم؟ لصالحكم، ولكن شلون؟ لأن ولكن الشخص المختص لما يطلع ويروح بعد ما يطلع من المؤسسة والوزارة ويتجه الزراعة معناه قطاع مربح، معناه أنه مو شايف عليكم نوع من الظلم. ولكن أنا أقولك يا هو الآن حسب الخطأ وتوجه إلى الزراعة. الزراعة غذاء للروح ترى، يعني أمانة تعلمك الصبر، تعلمك أمور كثيرة. الخلوة هذه الوحيدة اللي الزراعة فعلا تمتعك، يعني يكفي ان هذه مهنة انا اقول مع الخليقة مؤمن فيها بالنسبة لكم كمزارعين، لكن بالنسبة لنا كمستهلكين كمستهلك هذا موضوع اخر مستهلك انا اتطرق له بعد شوية. ولكن اؤكد لك
أن كثير من المسؤولين كانوا ضد هذا التوجه، وبعد ما يحال التقاعد أو يترك الوزارة نشوفه يركض إلى أحد المنطقتين العبدلية أو الوفرة لشراء مزرعة، وهذه موجودة والأخوان المزارعين كلهم عارفين الشيء هذا. ولا ودي أستطرق الأسماء لأن أنا عارف الحقيقة، حتى بقية بعض الأخوة الوزراء الآن موجودين راح يشتري مع الشالي إيش مزرعة والأيام جاية. القناعة مشكلة، إحنا في صراحة. أنا حين ناشدت سمو الأمير وسمو ولي العهد، إلى متى يظل هذا الشيء ماشي؟ إلى متى؟ أنا حقيقة إن شاء الله أتوقع من الأخ الحقيقة وزير مالية الجديد كل خير إن شاء الله. والحقيقة تناقشت وياه يوم الثلاثاء في المجلس أثناء الجلسة، وحسيت إن فيه إن شاء الله توجه، وأمل إن شاء الله من الشيخ علي سالم أن يرعى ويهتم في هذا القطاع لأنه هو عند الدعم. أنا عندي حلول أخرى بديلة للدعم. هل مجلس إدارة الهيئة طلب المزارعين ناقشها؟ لا، هذا موضوع آخر. الحقيقة تبي ننتقل إلى نقطة. والله أنا ودي أخذ العم يوسف المخلد معنا على الهواء. ألو، هذا أبونا. ألو ألو، يا هلا. ألو مرحبا. هلا والله، سال مباركة. الله يبارك فيك. يا هلا، الله يطول عمرك. يوسف المخلد من المزارعين، ونحن نتحدث عن قضية الزراعة في هذه الليلة. شنو ممكن أن نتكلم عن الزراعة؟ أولا أتقدم بالشكر الجزيل إلى هذا البرنامج. شكرا طال عمرك. والقائمين عليه. ثانيا الأخوان في مجلس الأمة وفي الاتحاد يعني ما مقصرين، وعبد المحسن ما أبي أمدحه، لكن مثل ما قال طول عمرك الشيء أكثر من، لأن إذا ما في قناعة مشكلة صعبة. أنا أقول الحقيقة نزرع ولا نزرع، وموضوع نزرع ولا نزرع هذا مهم. أنا صار 30 سنة بالزراعة، وكل سنة أبشروا بالخير وأبشروا صار شهر الثامن والتاسع أزرعوا يا جماعة أبشروا بالخير. صحيح. الآن المشكلة اللي موجودة بالزراعة لا تشقين، شق موضوع قوانين وحكومة وهذا، وشق الثاني الحكومة سوت لجنة هيئة زراعة. شركة زراعة وحطت الأموال وقانون الشركة هذا أنه الشركة تقبض من المواطن وتبيع له بسعر طيب، وإذا نزل السعر تصرفه بالخارج. مع الأسف الشديد فشلت شركة منتجات تعني منتجات زراعية. نعم طال عمرك. وصارت تطعن المزارع من ظهره. تجيب الزراعة الطماط والخضروات من تركيا وتبيعها بالكويت وسقطت. هذه واحدة مفروض أن الحكومة أسرع وقت تأخذها وتحولها لاتحاد المزارعين أن يقوم هو في العملية هذه. إذا فشلت الشركة هذه اتحاد المزارعين يقوم بالعملية هذه. نعم، هذه شركة حكومية. نعم، وهذا نعم. أهم اتحاد المزارعين هي شركة حكومية بس فشلت الآن. نعم، قاعد يجيب من تركيا وصار ضد المزارع. صحيح. اثنين، عندنا 45 جمعية. الـ45 جمعية تعاونية بالكويت لو وزير الشؤون، وأنا أرجو من وزير الشؤون الحالي الجديد أن يشد شوي على الجمعيات ويخلي الإنتاج الكويتي هو الأول، والمواطن الكويتي الآن يبي الانتاج الكويتي لأنه من فراولة من خيار من طماط من أحسن انتاج موجود في الكويت. نعم. يدوره ما يلقاه. فرجائي من الحكومة أن تشد شوية على الجمعيات أن تأخذ الانتاج الكويتي. لو الانتاج الكويتي أخذت الجمعيات 45 جمعية وأخذت وزارة الدفاع وأخذت وزارة الداخلية وأخذ الحرس الوطني وأخذت وزارة الصحة، خلي يجي الوارد بس أنت بدني أنا أخذ انتاجي، ما يبقى شيء من الكويت الانتاج. وبعدين ناحية اقتصادية يعني الآن هل اللي يجيب وارد من الخارج شي يطلع فيه؟ يطلع دولار البنك المركزي والناس. صحيح. اقتصاد يعني دع المزارع. انت يا حكومة ما تنظرين نظرة اقتصادية؟ هل هو شي يطلع من الخارج تطلع فيه لما يجيب واحد تريلة طماط ويبيعها؟ نعم. شي ياخذ عوضها؟ ياخذ دولار يصدر بعد. يصدر. نعم. برا. نعم. إيه؟ يصدر مبلغ برا. المشكلة اللي يعانيها المزارع الكويتي انه يا جماعة نزرع او لا نزرع صارحونا. انتوا الان يا حكومة لو تزرعون العبدلي والوفرة، انتوا يا حكومة ايش قاعد يكلفكم؟ طيب شوينا احنا بالوفرة والعبدلي.
واحة خضراء بالعبدلي وواحة خضراء بالوطني. طيب نعم. عرف شلون؟ الحكومة الشوارع 12 مليون دينار ل 14 مليون دينار. شو اسمه؟ تقدير. نخل خايس جابته لنا أخذوا من عندنا نخل حنا. لا ما نشتري منكم. نشتري من برا. ليش؟ ليش مسوين؟ يعني أنت عندما تجي الحكومة تبي تشتري نخل. ليش ما تاخذ من مزارع الكويت والعبدلي والوطني؟ لا ما ياخذون منك. طيب انا شو اسوي الانتاج اذا؟ فمشكله الزراعه يا ابو عبد المحسن صعبه وصعبه اكثر من لعين الله يا لانك عمي. انت يعني الان مو خمسه او سته اللي باللجنه، انتم 20 مزارع داخل مجلس. نعم 20 مزارع يعني نص مجلس الامه. نعم الحكي واجد نسمع وتعبانيه وانتم قاصرين. لا خلنا الباب مسدود. اي نعم ان شاء الله. قولوا لنا سكروها يا معودين خلنا نخلص. بعدين المحفظه الصناعيه اللي مجلس الصناعه بالصناعه البنك الصناعي وينها؟ انا لي تعقيب عليها. سمعت انا حديثك كل المزارع تلفت. زين طيب انا ليش ما تساعدني خليني انتج من جد وجديد؟ صحيح. زين الحكومه ما قصرت وعطت طيحت كل العار عنها فلوسهم، المزارع ليش ما تطيح عنها فلوسه؟ بنك التسويق والادخار ليش معلقتها؟ هل لا يستحق؟ هل مو منتج؟ هل ما هو قاعد يورد حق الكويت؟ هل ما في قانون الحماية الشيء اللي يجي من الوطن؟ نعم. مثل الحديد. نعم. مثل عندك البيبات، مثل أي شيء بلاستيك، أي شيء إنتاج كويتي، الورق، أي إنتاج كويتي له حماية. طيب هالطماطم هل يجي اليوم باش يخرب؟ ليش ما له حماية؟ منين جاي هذا؟ يعني الواحد يتعجب لما يطالع. قولوا لا تزرعون خلاص خلنا نرتاح. فالزراعة ناحية قانونية مو عبد المحسن أبلا، ولكن المشكلة اللي أهم نتأمل القانون إن شاء الله. نتأمل أشياء. خل الوالد يجي. نتأمل إن شاء الله. الوالد بس الجمعيات 45 جمعية. نتأمل إن شاء الله. الدفاع الآن عندنا نتأمل. جيش ضيف عندنا ما شوف تحرك سوقنا بالزراعة. الجهات الحكومية عم أبو أحمد ما يشترون منكم؟ لا ما يشتروا. انا عندي اجابه. نعم. حق عم بحمل عنده خبر ترى الامور هذه عموما هذا اب روحي بالنسبه لنا احنا ترى مزارعين العم ابو احمد بالاضافه لحد مؤسسين اتحاد. نعم. الكويت المزارعين عم ابو احمد معانا. نعم وياك. الحقيقه انا شاكر لك جدا. عفوا. لسيد يوسف المخلد عضو مجلس الامه السابق، ونتمنى ان شاء الله ان تحل كل مشاكلكم كمزارعين ان شاء الله. والله حلها بسيط انا برايي. شنو حلها؟ شنو حلها؟ حلها الجمعيات التعاونية تاخذ انتاجي. آه. الدفاع، الداخلية، الصحة، الحرس الوطني ياخذون انتاجي، بس انا ما ابي شيء، خلي يجي وارد، خلي بالتمر ما حد يشتري. صحيح. بس اخذ مني انا. نعم. ما تقدر تقول انت انتاجك مو طيب الان، ما تقدر. انتاج احسن انتاج. العصر يقصونه من المزرعة والصبح يبيعونه. لا ما نعيب انتاجكم اكيد يا عم ابو احمد. نعم. مشكور طال عمرك. عفو. الله يبارك فيك. تسلم. بارك الله فيك يا عمو أحمد. أمان الله. شكرا. أمان الله. شكرا. اسمح لي. تفضل عمو أحمد. قال نقاط كثيرة. عمو أحمد حقيقة بالنسبة لي أنا شخصيا وكثير من الأخوة المزارعين أول شيء نتمنى له طولة العمر. اللهم. بالإضافة عمو أحمد من الحقيقة فعاليات زراعية واقتصادية وغني على التعريف، وكان ترى نائب رئيس مجلس الأمة يوم من الأيام. العم أبو أحمد الأب روحي بالنسبة لنا كثير مزارعين. العم أبو أحمد رجل خير ومن أهل الكويت الخيرين. العم أبو أحمد مؤسسين اتحاد الكويت المزارعين. أنا واثق تماما بما يقول العم أبو أحمد بكل قلب صادق لمصلحة البلد وأهل البلد وبالذات القطاع الزراعي. الحقيقة تطرق العم أبو أحمد إلى المواضيع وسبقنا من همومه ومعاناته، فإن سمحت لي أخ سائر تطرق إلى الجمعيات التعاونية. نعم لأكون واضحا حقيقة أتذكر أن كان لقاء لي ولي الشرف بمقابل سمو الأمير وأعطى أمر سامي إلى وزير الشؤون بإنشاء 10 مواقع للجمعيات التعاونية. يؤسفني أن لم ينفذ. كم جمعية عندكم تستقبل؟ 45 جمعية بالكويت كلهم لم يكن كلهم بدون ظلم كلهم يلقون ألقاهم الآن كمزارع أنا في شبرات الوارد. لم نختلف الوارد مع المنتج الكويتي. نعم خطين متوازيين واحد يشيل الثاني. أنا أعتقد الكل مكمل الآخر وصمام أمان الآخر، ولكن بالطريقة هذه 45 جمعية مناديبها يتواجدون في الوارد.
ولا جمعية تأخذ منتجاتكم ولا جمعية بالكويت؟ قليل جدا قليل جدا. أنا اقترحت أن تكون غرفة عمليات مستقرة إن صح التعبير في شبرة الخضار، ويكون تجهز بجميع الحقيقة المستلزمات اللي تتعلق بالحقيقة كم اللي تطلب الجمعية. ما شفنا تعاون. يوسفني أقولها كذلك في سيارات تخصصت للمزارع عن طريق اتحاد الكويت المزارعين بالتسويق عند المساجد وإلى آخره لم تنفذ، وفي كتب رسمية عند الاتحاد الكويت المزارعين الآن بحكم أن أنا كنت يوم من الأيام رئيس الاتحاد وموجود. هذه نقطة أمانة استدعينا حنا في اللجنة الأخوة المسؤولين محمد الكندري وكل وزارة وهو مسؤول مباشرة عن جمعيات التعاونية، الأخ فيصل كليب مسؤول حقيقة اسمح لي أنا أطرق الأسماء يعني عن وزارة الدفاع، الأخ نايف معوشرجي أمين سر لجنة المناغصات، الأخ فريد العوضي مدير عام اتحاد الجمعية التعاونية الاستهلاكية، الأخ فلاح العيبان كان بوقت رئيس الاتحاد بوقت العم بوحمة كان موجود، الحقيقة يا الإخوان من إذا ما نقلتان من الحرس الوطني يونا من وزارة الشؤون يونا من وزارة التربية ما في استجابة. نترجاهم رجوة إذا عندكم مناقصة توجهوا للمنتج الكويتي. أنا متأكد أن بعض الإخوان المستمعين الآن أو المشاهدين يقول شنو المنتج الكويتي. أعتقد في شيء استراتيجي، منتج استراتيجي مهم للغاية لازم يعرفه المستهلك. البطاطا غذاء استراتيجي، منتج استراتيجي، الطماطم الاحتياج اليومي. بعضهم يقول شنو تفاح؟ التفاح ما تاكله مثل ما تاكل الطماطم اليومي، الخضره والورقيات والخيار والى اخره. شوف يوميه شنو تاكل من هذا وشو تاكل من هذا. هذه حقيقه اكثر من 45 منتج داخل، ولا وزاره يؤسفني اقولها توجهت وشارت من المنتج الكويتي. لا تعاون مع من وزارات المنتج الكويتي ولا الجمعيات التعاونية. أنا أشدهم بالوطنية. الوطنية هذا ترى خلقه وينهم عن الحقيقة منتج كويتي يوصلك قريب خلال 6 ساعات وهو موجود إلى المستهلك بأرضك الطيبة. في ميزة بالسعر أبو عبد المحسن؟ شلون ما في ميزة بالسعر؟ يمكن الكل يعرف أن الطماط لما يوصل صقيع في بعض الدول المجاورة يوصل إلى 500. أنا أقول لك منتجكم أقل من المنتجات الواردة؟ ما في شيء اسمه قليل. أنا أعطيك أرقام الله يسلمك بالالاف يعني الاطنان. لما نتكلم عن التكلفه الاقتصاديه اني انا افضل اني اشتري شيء طازج وشيء ايضا رخيص السعر. ما يتوجهون الاخوان الوزارات ما نعرف شنو يعني العله. يقول لك انا مرتبط في شيء. ارتباطي شنو الله يسلمك؟ ارتباطي ان انا مناقصه سوي عقد مع اتحاد الكويت المزارعين يلتزم وياك. طيب اذا ما نوجد انتاج محلي مستعد اوفر لك من برا، بس لا تخليه على جنب وتروح من هناك. انا تعجب. ارجو هذه دعوه للتلفزيون، دعوة للتلفزيون، روحوا الساعة 3 الصبح إلى الوارد وشوفوا شلون الجماعة ذول حقيقة جمعيات تعاونية ومناديب الوزارات الحكومية كلهم يروح عند الوارد وراح علامة استعلام استفهام كبرى. أنا لما أقول كبرى مفهوم المقصد. نعم. نتحدث أيضا عن وتحدث الآن أبو أحمد راح يكون إن شاء الله الشيخ خالد حمد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي مزارعين معنا على الهواء. ودي أشاركك أيضا أبو عبد المحسن في نقطة مهمة جدا تحدث فيها سيد يوسف المخلد حول شركة المنتجات الزراعية، وهذه نقطة مهمة جدا. معنا الشيخ خالد. ألو ألو ألو. يا هلا، مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير. يا هلا الشيخ خالد حمد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين. كيف حالك ابو عبد المحسن؟ الله يمسك بالخير ابو حمد، يعطيك العافيه. وانت كذلك. حقيقه نشكركم كل الشكر. طال عمرك. من اسره برنامج الى الاخ ابو عبد المحسن رئيس لجنه الزراعه في مجلس الامه. طال عمرك. شكرا. حقيقه هذا الرجل قاعد يبذل كل مجهود يحاول يسعى فيه. الله وعارف انا الظروف كلها تحيط صعبه من ناحيه المزارع، ولكن من مشى على الدرب وصل ان شاء الله. حقيقة أناشد أخوانه في مجلس الأمة مناشدة جادة. المزارع يعني وفيت وكفيت حقيقة، لكن يا جماعة فعلا كل ما قالوه الأخوان يعني الواحد في حسرة. هل في اتجاه للزراعة أو لا؟ لا نكون حنا ضحية هذا الوضع. بقياس بسيط يعني أحب أقوله في أرقام، يعني كميات إنتاجية تمت إذا كان
تقييم الانتاج الزراعي او الزراعه في كل فصائلها، هل هي مثمره منتجه لها قيمه الناتج القومي او لا؟ هي الارقام دائما تؤكد، ولكن اللي قاعد يحصل ان هذه عمليه الزراعه من الظلم تقييمها في ظل الأوضاع السائدة بدون دعم وبدون استراتيجية، فحنا قاعدين نقيمها في أوضاع صعبة. رقم هذا بس بعطيك بس كمعيار للكميات اللي نزلت في هذا الشهر مارس، 1,350,000 كيلو، هذا من الخيار. الطماط تقريبا 1,000,000 كيلو، البطاط 2,400,000 كيلو. إذن الزراعة الكويتية قاعدة تعمل بالانس داخل السوق، قاعدة تعمل ميزان، وعندنا دائما في عرض وطلب ونظرية تجارية. ردا للإخوان، يعني كما يقال أن الانتاج الكويتي لا يؤثر بالسوق، هذا غير صحيح. الانتاج الكويتي قاعد يعمل ميزان داخل السوق وقاعد يحدد الأسعار. في ظل قياب هذا المنتج راح تغير الأسعار وضرر على المستهلك، وبالتالي مناشدة المزارعين مناشدة جدا بسيطة، مناشدة أنها هذه الزراعة يجب لها حماية. لو سألنا في متوسط الأسعار نلقى 400 فلس أو 300 فلس الكرتون الخيار، وأحيانا ينزل عن هذه الأسعار، ولكن نجد في بلدين ثانية متوسط الفرد فيها $300 على سبيل المثال. في لبنان $300 ويباع $10، وله حماية. وفي أزمة البطاطا اللي حصلت، يعني عملية واضحة اللي حصلت بين لبنان ومصر، كل دولة تحمي منتجها. إذن حنا علينا يجب أن تكون حماية. تكلم الأخ أبو عبد المحسن بالنسبة لهولندا، فعلا كلامه صحيح، هولندا دولة صقيع وثلوج، لكن عندها التصنيع ما يعادل تقريبا الدول العربية في مدخلها القومي. إذن إذا وجدت خطة واستراتيجية ممكن تتقلب على الطبيعة. اللي حاصل ما في حاجة من هذا النوع. عندنا الورقيات. شيخ خالد، شيخ خالد معك. تعطينا أنت كمفهومك الخطة أو الاستراتيجية المتوقعة اللي تبونها للدعم أو للحماية، خطوط عريضة معينة، توقعات أو اقتراحات عندكم؟ نعم، في ظل التقشف اللي موجود فيها بالدولة، حنا لا نطلب دعم مباشر إذا كانت الظروف تعيق من هذا الأمر، ولكن في أيام الذروة يجب لنا حماية كما هو معمول في الدول الشقيقة اللي جنبنا. يعني المملكة العربية السعودية اتخذت قرار في عدم دخول الوارد المشابه، نعم، لمدة 9 شهور لتحمي منتجها إلى يوصل إلى المستوى التسويقي الكامل في البلد. اللي نعم. حاصل عندنا حنا المنتجنا لا يمكن يأخذ فرصته في سوقه، وبالتالي يدخل عليك الوارد ولا توجد له حماية، ولا توجد له حماية غير مباشرة. احنا نطلب حماية مباشرة لفترات محدودة وهي أشهر الذروة. إذا تم فيها هذا الشيء ممكن أن تنمو الزراعة في البلد. اللي حاصل أن في أيام الذروة يكثر الوارد علينا، ولا توجد حماية مادية علينا، ولا حماية غير مباشرة، وبالتالي يحدث ضرر كبير على الأخوة المزارعين. وناشد من هذا المنبر كل من هو مسؤول علينا أن يرفع هذا الظلم اللي واقع علينا حقيقة كمزارعين. أحسنت. مناشدة أخوية ومناشدة الأب الوالد، أحسنت، أن ينصر أبناء المزارعين في الوقيعة اللي هم واقعين فيها. يعني حقيقة في خسائر يا أخواني تقدر بآلاف على ناس متقاعدين، في شركات تطالب المزارعين في كمبيالات راح تتحول إلى المحاكم. أيوة صحيح. مناشدة يعني، ودائما الكويتي صبور على أموره، ولكن يا أخواني وصلت الأمور إلى حد يجب اتخاذ قرار فيها. والعم أبو أحمد قبل شوي قال يا جماعة يا زراعة يا لا من أبيها لأقل ضرر، ولكن ضررها بالتالي أكبر في عدم وجود زراعة. راح يحدث هناك ارتفاع في الأسعار لا جدال فيه، لأن النسبة اللي أعطيتك إياها إذا الوارد بس من المنتج الكويتي يغطي 1,350,000 كيلو من البطاطا في شهر واحد، إذا هذا الرقم اختفى لا يمكن تجد هذا السعر اليوم اللي موجود فيه، وبالتالي الأرقام راح تكون في الملايين مكلفة، وراح يكون فيها حسابات أخرى
بالنسبة لدخل الفرد المتوسط البسيط. نعم شيخ خالد أيضا. نعم. في مسألة التخزين وثبات أسعار البطاطا، أنتم طلبتوا أماكن للتخزين ولأن تكون البطاطا الكويتية موجودة طوال السنة في 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 كل الوقت. نعم. هم عندكم مشكلة في هذا الاتجاه؟ حقيقة موجودة هذه المشكلة، لكن حقيقة اليوم جاني اتصال من الأخ جاسم حبيب من هيئة الزراعة. نعم. وأبدأ الاستعداد المبدئي على لقاء بكرة الساعة 9 الصبح على الاجتماع في هذا الموضوع، وأتمنى أن نطلع في هذه النتيجة، وهذه يعني إن شاء الله طيبة، يعني هذه بادرة طيبة، يعني هناك اتصالات بينكم وكاتحاد يعني حقيقة هذه استجابة إيجابية يشكرون عليها الأخوان في هذه الغاية، لكن لن يتم بكرة الاجتماع، وأرجو أن يتم يعني ما طلبنا حنا. نعم يا رجل كن متفائلا ان شاء الله. متفائلين دائما. شيخ خالد الحمد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، شاكر لك جدا، ونتمنى ان شاء الله ان يتحقق كل ما تتمنونه ان شاء الله، او على الاقل دعنا نقول الحدود الدنيا من هذه التمنيات. الشكر الجزيل لكم. شكرا جزيلا. شكرا شيخ خالد. شكرا. تعقيب عبد المحسن على كلام الشيخ. المشكله ان كنا بغارب واحد ومعاناه واحده. بداية حقيقة الأخ الفاضل الشيخ خالد الله يعينه على أعضائه ويعينه على مسؤوليات داخل الاتحاد، وما شكك حقيقة وطال راح يستمر، وقال كلمة قيمة وإن شاء الله نظن إحنا نكون وهو كذلك فيما يتعلق أنه ما يثنينا شيء راح نستمر. أول شيء حقيقة عملية تخزين البطاط اللي تفضل فيها الأخ الفاضل محمد، هذه الحقيقة المفروض أنها تقوم فيها الحكومة مو اتحاد المزارعين، هي المفروض تنشئ مواقع للتخزين مو بس البطاط غير البطاط. انا اطلع في البادره وانت تستثمرها؟ لا، انا مقيد كاتحاد الكويت المزارعين امانه، هو اسمه اتحاد الكويت المزارعين، ولكن في اعتبارات دائما نسعى وسوف نسعى، وانا يوم كنت موقعي في داخل الاتحاد ابعد هذا الاتحاد عن العمل السياسي والنقابي، وكذلك واثق من الاخ خالد انه هو نفس الخط، لازم نكافئ بشيء يعني مو مقابل مصلحة شخصية، مقابل مصلحة الناس اللي مثلهم داخل، إنما هو مهيأ إنه هو يتعبى تعبة سياسية، وأرجو كل رجاء أن يفهم كلامي فيما يتعلق بالشيء هذا. ناس لما يوصل إلى قوتهم ويوصل إلى مالهم ترى مشكلة، يعني أنا أقولها يجب أن يعني أنا وزير مالية وشار الأخ الحقيقة الكريم فيما يتعلق بالمحفظة، أنا كان لي لقاء بالأيام اتحاد الكويت المزارعين مع الأخ علي شهيد البدر عضو المنتدب لهذا العمل. نعم هذا كلام من 4 سنوات. طبعا الأخ أرشد يعني الله عينه يعني أمانة على المسؤوليات الجسام، ولكن عنده تعليمات، عليه تعليمات، احنا أم كل يد فوق يد. أوعدني قال إن شاء الله راح نبحث الموضوع ونستعجل وإلى آخره. كلمت وزير المالية في وقتها الأخ ناصر روضان، مشاغلهم كثيرة بعد التحرير مباشرة 4-5، ولكن مو معنى ذلك ينسون الشيء هذا. ومن ذلك الوقت إلين اجتماع تم في اللجنة المالية، طبعا اللجنة المالية محضر موجود، في اللجنة الزراعية محضر موجود، تعهدات بأسرع ما يمكن بوجود رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي، وعلى هالمجرة تعهدات وبدون فعل. يعني أنا في حقيقة أنا بوجودي في هذا المكان مسؤوليتي كرئيس لجنة زراعية وكعضو مجلس أمة سوف أتحملها الحقيقة في الفترة القادمة متعلق بدون عقد ثاني، مثل ما ناشد الأخ الحقيقة الفاضل الأخ ناشد أعضاء مجلس الأمة، أنا الحقيقة أناشدهم مرة أخرى، انصفوا أبنائكم وإخوانكم اللي اكدحوا وتعبوا على أن يوصلوا لكم الغذاء إلى بيوتكم بأسعار متدنية جدا. هذه نقطة الحقيقة أحب أن أنا وراح أشتغل عليها، وبنفس الوقت نعم. راح يكون في تنسيق بيني وبين الأخ الحقيقة أبو حمد فيما يتعلق إن شاء الله باللجنة الزراعية وفيما يتعلق داخل مجلس الأمة، وراح يكون هناك اتصالات مكثفة في 3 شهور القادمة. نعم، وراح الحقيقة قدر ما نستطيع إعلاميا أن نوصلها الحقيقة، ما في مشكلة مثل المشكلات الأخرى ولكن يجب أن تحل، ما تصير الحقيقة كل سنة نطل في وجه وزير المالية عطنا لا تعطينا،
هذه دولة ولها مؤسسات، يجب أن يفهم الشيء هذا. القانون يجب أن يكون على الجميع، مي سالفة شحذة وأنا أوقف وياك عطني دعم لا تعطيني دعم. هذه أنا بتصوري جدا مهزلة، يعني مهزلة باتخاذ القرار فيها إن صح التعبير، وهذه مستمرة من مجلس 82 إلى غاية التاريخ هذا. كل ما تجي الميزانيات عطني لا تعطيني، ادعمني لا تدعمني، وهكذا وماشي. إن شاء الله أتأمل إن شاء الله في دور العقاد هذا، وتفهم المسؤولين على رأس سمو الأمير حفظ الله وسمو ولي العهد الشخصين الله يطول أعمارهم، أن ينصفون إن شاء الله ويعطون تعليماتهم وأوامرهم السامية إلى الحقيقة للوزراء المختصين إن شاء الله. أرد معك أستاذ علي، وذكر العم أحمد أيضا مسألة الحقيقة شركة المنتجات الزراعية وهي شركة حكومية، كيف يمكن تفعيل دورها خصوصا أن لديكم مشكلة في مسألة التسويق؟ يعني أنا ملاحظ من كلامكم أنكم تريدون الجمعيات التعاونية تأخذ منكم، هذه مسألة تسويق. صحيح. الوزارات المختلفة مفروض أنها تأخذ المنتج الكويتي. صحيح. مسألة تسويق. كيف يتم تفعيل شركة المنتجات الزراعية في محاولة لتسويقكم؟ أنتم لديكم شبرة رقم 4 وهذا كمنفذ تسويقي واحد ما راح يمكن يسوي لكم شيء. مع احترامي وتقديري الحقيقة للأخوة بالشركة المنتجات، هذه مو مشكلتي شركة منتجات، شركة كانت الحقيقة جدا جدا خاسرة والآن تدر أرباح صحيح، ولكن يؤسفني أن أقول هي اللي قاعد تدخل الكم من الوارد إلى السوق المحلي، هي اللي قاعد تضرب المزارع الكويتي. وإذا كلامي فيه من الخطأ، أنا بفواتيرهم وشرائهم اليومي من المنتج الكويتي، لهم تعاقدات خاصة مع دول محيطة، وبالتالي هم قاعد يوردون ويملؤون السوق الكويتي. نعم هذا عملهم، لكن هي صعب التعامل مع شركة المنتجات. تمت محاولة حقيقة على مدى 5 سنوات السابقة وبأيام كنت الاتحاد وقبل أصير رئيس الاتحاد، ولكن كل الحقيقة هذه لها نظرة روحية وشركة حاولت الحقيقة. كان الأخ رشيد بوقتها اجتهد طيب لأن ننسى جهده في ذلك الوقت، ولكن الحقيقة فترة مؤقتة وراح الله يذكره بالخير الأخ عادل رشيد. فيما بعد لا والله الشركة كلها حقيقة تعاملها بالخارج مو بالداخل، وبذلك أنا اللي ملاحظات على شركة المنتجات. أستاذ علي، لو عرض عليكم كمزارعين أو عرض على المزارعين شركة تسويقية تجارية كويتية بشراء منتجاتكم بالكامل والتصرف فيها بعملية تسويقها في أي مكان سواء بالكويت أو برا الكويت، لديكم مانع؟ هل هذا يحل مشكلة من مشاكلكم التسويقية؟ الأخسائر ترى مشكلة التسويق مو بذي البساطة، عشان احنا ناشدنا جمعيات تعاونية. أنا الجمعيات التعاونية لو تي تأخذ مني كل يوم 200 كرتون طماط سبيل المثال، كل جمعية لحدة خذت المنتج الكويتي انتهت السالفة، وهي تسوق داخل الجمعيات وأظن في روح طيبة المستهلك الكويتي إنه يتوجه للمنتج الكويتي. يعني أمانة العملية مي عملية أوامر قدر ما هي عمل وطني. جمعيات تعاونية أنا أركز عليها جدا، جمعيات تعاونية توجهها إلى الوارد، روح الوارد إذا ما في منتج كويتي، بس تترك المنتج الكويتي. طيب المستهلك ما يعلم لما تحطه بالرف ما يعلم هذا كويتي ولا غير كويتي. نعم. وما أعتقد أن المستهلك الكويتي أو المقيم بأنه يوخر عن المنتج الكويتي بروح حق غيره، لكن الإخوان ذولا يعني يروحون عندهم مناديبهم لهم اتصالاتهم الخاصة ويتوجهون. نسقتم على الإخوان باتحاد الجمعيات التعاونية؟ والله أنا شخصيا عيست من أيام وجودي الحقيقة، إلا يمكن 2 أو 3 تعاونوا وياني. عيست داخل الاتحاد بوقتها، وهذا أنا توحين قلت لك يمكن الحقيقة. ودنا نسمع أيضا رأي الإخوان بالاتحاد اتحاد الجمعيات التعاونية واحد مسؤولي الجمعيات التعاونية لعل يفيدنا في هذا الموضوع. نتمنى يعني راح يكون في اتصال. والله اتمنى ان شاء الله. نعم. المشاركه ولو ان اتمنى الحقيقه لم نرتب الحقيقه لمساله اتصال بالجمعيات التعاونيه و... انا اتمنى. انا الحقيقه كان لقاء مع الاخ رئيس الاتحاد وقلت له يا اخي وين التزاماتكم، بالعباره قلت له وين التزاماتكم يا اخي، العمل الوطني ترى من ضمنه ان الانسان يخدم. انا يكفي الدينار قاعد يداور داخل البلد، هذا المزارع الكويتي يكفي قاعد يزرع داخل بلده
والدينار هذا قاعد يداور مثل ما شار العم أحمد من قبل قليل، غير لما يجي وارد ويتوجه. هذا أحد الفوائد. ما هي الفوائد الأخرى أبو عبد المحسن؟ فوائد أخرى أنا أقول لك، أسر تعيش من هذا الشيء. الأرض لما أنت تزرع الأكل هذا تزرعه داخل بلدك راح يترتب عليها أمن غذائي. يعني أنت مع الوقت خل الناس تمتهن هذه الشغلة. أنا حقيقة لملاحظات من ندوة سابقة، أولها الزراعة مي جديدة بالكويت، الزراعة موجودة أكثر من 250 سنة. يمكن إذا كبار السن يعرفون منطقة الكسور اللي هي منطقة إيش البحليفة والفنطاس وأهلها كلهم مزارعين. أهل فلتشة مشهورين بالزراعة ولهم قلبان وهو إلى آخره، ومشهور كذلك اللي هو عدم ما أخذ الجزر، إذا قال جزر أهل فلتشة. أهل الجهرة مشهورين بقلبانهم. كان في إنتاج في ذلك الوقت نوعا ما، بس الزراعة مو جديدة على الكويت. الآن استحدثت منطقتين وبالتالي تبع أساليب الحديثة بالزراعة. لا تهمل إلى الدرجة هذه من الحقيقة. أنا توحين قلت له في مواقف 10 جمعيات ما شفناها لقاية الآن، وهذا أمر صاحب السمو الله يطول عمره إلى وزير الشؤون، ما شفت له الحين. أنا شخصيا قلت يا وين، وناديت الأخوة مسؤولين ووكيل وزارة الشؤون الأخ محمد الكندري، قلت له سويته داخل اللجنة؟ قال إن شاء الله. نادينا الأخوة وزارات سويته؟ قالوا إن شاء الله ما شفنا شيء. طيب مسألة المياه أيضا من الأمور المهمة لكم كمزارعين، مسألة المياه من المهمة أيضا للبلد. الكويت ما فيها لا نهر ولا، هي معتمدين على المياه الجوفية القليلة جدا ومعتمدين على التكرير. تشوفون أنكم مشكلة المياه مشكلة بالنسبة لكم وبالنسبة للبلد أيضا، هل هذه من ضمن العقبات؟ ما في، في الحقيقة الآن التقنية الجديدة قاعدة تتبع فيما يتعلق بإعادة المياه المجاري إلى الصرف مرة أخرى، المعالجة وقاعد يستفاد منها، إلا من الخضار اللي هي حقيقة اللي يستعمل الشجار الشجر سبيل مثال. أعتقد أن في جزء من المالي الفائض قاعد ينكب داخل البحر. أنا أسأل وزارة الكهرباء في هذا الموضوع، ما أدرى في محطة الآن تنشأ في منطقة الصبية ممكن تقضي منطقة العبدلي بالكامل يعني الماء. وبعدين الآن أغلب المزارعين قاعد يتبعون طريقة الري الحديث بالترقيط، يعني هذا أعتقد إنه يعني راح توفر كثير من المياه. قليل جدا اللي يستعملها الآن المياه الجوفية من أخوة المزارعين، يستعملها فقط للأعلاف وغير الأعلاف اللي وجدت وإلى آخره. وبالمناسبة أنت طرقت في اجتماعكم في الندوة السابقة فيما يتعلق بالأعلاف. نعم، هذه نقطة جدا مهمة يعني أحب أصحح فيها. شركة اللي قاعد تنتج أعلاف المياه الإيش المستخلصة، هذه شركات الأبقار ترفض التعامل فيها لأن في تحذير من عملية أن ننتدش بباب العلف. أنا حسب معلوماتي هناك توجه بالهيئة العامة للزراعة، ما شفنا لقاية الآن، بأن تكون الطريق السريعة بالذات من المطلع إلى العبدلي تزرع على جانب الطريق اللي هي الأعلاف الشعير، لقاية الآن ما شفناها كثير وكثير. يعني أنا مثل ما سألت يسألوا الأخوان وسأل العم أحمد إلى متى الزراعة بهذا الشكل نكون أو لا نكون؟ نحن وما نملك للكويت، قولوا ماكو زراعة خلي أخذ هذا الدينارين ادش سوق لأسهم اشتغل فيها أفضل. الحقيقة في فاكس أستاذ علي من أحد الأخوان الكويتيين بالإمارات، وتحدث أيضا اتفق معك في أن هيئة الزراعة أو يجب أن تكون هناك وزارة للزراعة، ويقول أن إحنا كنا رائدين في هذا المجال في السابق، الآن نحن أقل جدا من كل دول الخليج. الفاكس موجود مع الأخوان وعطوني إياه بالإيرست، مقدرين يدخلونا بهذا المعنى. هو كلامه صحيح، هو أدرى في دولة الإمارات عم شاكر له ويعلم جيدا بالتطور، ونتمنى كل توفيق للدولة الشقيقة الإمارات المملكة العربية السعودية. يعلم التطور اللي قاعد يحصل بشكل الحقيقة مو طبيعي، شيء احنا نفرح له ككويتيين ويتألم طبعا. بده ما في البلد بده الكويت انه فعلا توصل الى ما وصلت عليه الاخوان. احنا الان يسوني اقول احنا قاعد نرجع قري، ما قاعد ما احنا واقفين، يا ريتنا واقفين، غيرنا قاعد يمشي، احنا واقفين قاعد نخطو خطوه للوراء. ابو عبد المحسن فيما يتعلق بالزراعه في ظل الاوضاع الحاليه كما هو الوضع حاليا ومسألة الاقتناع وعدم الاقتناع، وإذا ظلت الأمور بهذه الطريقة شلون تشوف مستقبل الزراعة؟
هذا الشق الأول من السؤال. إذا بوجود بعض الأخوة المسؤولين اللي يقول لي بالوضع الحالي ما تغير شيء، اللي يقول لي هل ممكن تزرع أنت في هذا الجو بهذا الملح وهذا الرمل؟ مشكلة هذا بالنسبة مستقبلا شلون تتصور مستقبلا؟ ما راح يظل، أنا أعتقد إذا كان في كفاح راح يستمر الزراعة، ما ردم الزراعة. أنا بعطي مثل بسيط، أنا عضو باللجنة المالية، معلومات لدي بأن انخفاض البرميل هذا راح يسبب بلاوي عندنا بالكويت، راح يتضرر فيها الاقتصاد الكويتي. وأنا الحقيقة للأمانة أقول لك إحنا اخترنا هذا الموضوع لأيضا مسألة أن البرميل النفط نزل مرة واحدة إلى 10 دولار والآن يرتفع، مصادرنا الأخرى وين؟ احنا نتكلم اليوم عن الزراعة، وسأتحدث إن شاء الله مع مختصين أيضا في الحلقة القادمة عن السياحة ومصادر الدخل المختلفة يجب أن تكون نفكر فيها جيدا. هذه الحقيقة السؤال يجب أن نطرح، يعني الآن برنامج الحكومة مقفل هذا الشيء، مسكر باب أخير. أنا دورت في صفحات، أتمنيت الزراعة أن يكون من ضمن الجدول الموجود، الصناعة يعني التنويع جدا مهم. وبعدين أكو شيء مهم، انشغال هذه الناس في هذه المهن أعتقد من باب الأولى أحسن من يقعد وقيل وقال وإلى آخره. المواطن الكويتي قال أنا أتكلم عن الزراعة بحكم اختصاصي، أنا شخصيا لما أروح مزرعتي أشتغل بيدي، ما أعتمد على العمال، أنا أوجه العمال، ولكن أنا أزرع بيدي، أقول لك كذا أقول لك كذا. أنا صارت عندي الخبرة حتى بأسماء البذور محسنة، أنا قاعد أستصلح الأرض وأنا قاعد أطعمها بالأسمدة اللي أنا أحس فيها الأفضل والأحسن. كل مزارع كويتي، يمكن أنت ما عندك فكرة أخ ساير، بقول لك أن هناك أخوات فاضلات مزارعات. نعم، اتصلت فينا الأخت نورة المطيري في الحلقة اللي فاتت. أنا في من أسر طيبة موجودة وتنتج، وإذا حب الحقيقة الجهاز التلفزيوني يروح يشوف الإنتاج الكويتي بأسمائهم على الكرتون، فلانة 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 إلى آخره. أعتقد لما المرأة تدش في هذا المجال يعني معناه فعلا عيشة. وبعدين الحقيقة حبيت أكرر الكلام الأخ العم أحمد، هناك بعض المزارعين رحمة الله عليهم توفوا، لا زالت مواضيعهم معلقة فيما يتعلق في بنك التسليف، لا زالت معلقة. خلنا ننظر لها الجانب الإنساني، أقلة في أرث وفي أولاد وفي على دين وإلى آخره، ودين حكومي يتعلق، يعني خلوها ننظر من ناحية الإنسانية كمواطن كويت. نعم نعم. الحقيقة أنا ودي أخذ الأخ خليفة البنوان أحد المزارعين معنا على الهواء. ألو. ألو. يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك سلمك. أهلا أخ سايد. يا هلا فيك. أشكرك على هالبرنامج. الله يطول عمرك. تسلم. وأشكر ضيفك أبو عبد المحسن. طال عمرك. طال عمرك. وكان رئيسنا. طال عمرك. يعطيه العافية. وأنت كذلك. وهو الحين رئيس لجنة الزراعة. طال عمرك. الحقيقة أنا أشكره لأنه تأخر سنتين ويقول إن شاء الله السنة الجاية راح ننفذ القوانين إن شاء الله، وهذا إن شاء الله بعد راح إن جزاك الله خير، نتمنى لها خير إن شاء الله. أخوي بالنسبة للميزانية الهيئة، ميزانية الهيئة حوالي 80 مليون دينار كلها للموظفين، وحنا يا القطاع الزراعي 1,700,000. صح. قطاع الزراعي بالوفرة وبالعبدلي. صحيح. والعبدلي الأخ أبو عبد المحسن يعرف أكثر مني. صحيح. يعني تعرض لعدوان فظيع من سابع يوم للقزو، دخلوا علينا أهل صفوان وانهبونا حنا خاصة. صحيح. في المنطقة الخمسكين وحنا عدنا بناء الحين العبدلي مرة ثانية. صحيح. وحنا ما نتمنى على أحد في هذا واجبنا كوطني والحمد لله، لكن نبي من الدولة إنها تدعم هالقطاع هذا، لأن القطاع هذا بدون دعم الدولة ما راح يستمر. وبعدين يعني الحقيقة في مادي، اسمح لي أبو عبد المحسن، يعني في الحلقة السابقة نائب مدير الهيئة قال حنا نشجع المزارعين ونشجع البناء البيوت المحمية ونشجع التطور الزراعي ونشجع مدري شنو. يعني أنا بقول لك وانت تعرف يا أبو عبد المحسن، طال عمرك، هل يدخل حراسة للبيت المحمي أو خايل البيت المحمي؟ صحيح. ما في شيء من هذا. صحيح. يا وين الدعم؟ وين التطور؟ صحيح. هذه كلها ما أدري أنا كلام أسمعه، لكنه ماكو البيت المحمي، لا يدخلون يحرثونه ولا يداونه وهم يطالبون بتطوير الزراعة. وبعدين يعني أنا أشكر أبو أحمد المخلد، الحقيقة كلامه ما قاله صحيح. طيب. إن
يجب أن ندعم. وبعدين حنا منتجاتنا، هل تصور أن أمس أربعة أيام توقف الاتحاد عن شراء كمية الخيار؟ كم وصل الخيار؟ 300 فلسل كرتون 8 كيلو. يعني شو ما عندنا إنتاج؟ عندنا إنتاج. يعني أنا أعرف بعد قبل القزو لما صابنا الصقيع طلب من خالد العثمان جزاه الله خير، كان رئيس المنتجات الزراعية، أنه ورز الطماط من مصر، وكان الطماط عندنا يوصل 5 دنانير لما أصابنا الصقيع. العام أصابنا الصقيع، يعني ما أدري لا اللجنة الزراعية ولا الهيئة ما تكلموا، مع العلم أن الهيئة جزاها الله خير يعني هذا شيء يسجل لها، قدمت تقارير إلى وزير الدولة. وأنا أشكرك الأخ ساير وأشكر أبو عبد المحسن. شكرا طال عمرك. اسمح لي تفضل. شكرا للأخ خليفة، على فكرة الأخ خليفة من مزارعين ما شاء الله الجيدين، نتمنى له التوفيق. من الناس اللي على فكرة فيكم ميزة، أنتم تعرفون بعض سواء بالأدري ولا بالأفراد. شوف الحقيقة ما في مزارع الاسم موجود بالاتحاد الكويت المزارعين لأسباب كثيرة يعني. فالأخ خليفة ملاحظاته في محلها وجيدة، ومن الأخوان المتخصصين بزارة الخيار. أمانة أنا أعتقد أن الأخ خليفة نتمنى له التوفيق لشارع الخيار، هو منتجين كذلك الخيار بالصيف إذا غلطان الأخ خليفة صلح لي. هذه الحقيقة من ينتج الخيار بالصيف غير أن الخبرة، وهذه موجودة عند الأخ خليفة وموجودة عند أخ عبدالله الراشد ويعلم جيدا. الناس هذه تتبع طريقة وأسلوب معين أن يوصل الإنتاج حتى بالصيف شهر 7 وشهر 8. فيما يتعلق الحقيقة الأخ خليفة أشار إلى نقاط تستحق أن الوقفة لها يعني أمانة. سالة الدعم 1,700,000 يعني أمانة، لا هي كانت 1,100,000 نعم، وكان في ضغط حقيقة وصلنا 1,700,000. وأنا شخصيا حقيقة أعتذر للأخوة المزارعين سابقا فيما يتعلق في هذا المبلغ. أنا اللي علي الآن حكم مسؤوليتي داخل مجلس الأمة وطالب الحقيقة أن توصل إلى 3,200,000 الدعم النباتي، مو الدعم الأعلاف ولا الدعم النباتي. إذا ما وصل السعر هذا أنا على فكرة الأخوان بالهيئة، السيد أحمد العقاب في الحلقة اللي فاتت قال أن احنا مش مسؤولين فقط عن الإنتاج النباتي، أيضا لدينا القطاع الأسماك، لدينا قطاعات أخرى كثيرة. شغلة تخصصة شغله عنده، هذا مسؤول القطاع النباتي، هذا مسؤول القطاع الحيواني، هذا الأسماك. بس أنا بحب أعرف الأخ أحمد يعرف مكانته، لولا المزارع ما وجدت الهيئة، لولا المزارع الكويتي ما وجدت الهيئة. وأنا أحب الحقيقة أذكر الشيء هذا، عندي مرسوم بإنشاء الهيئة، بنوده واضحة يعني. حب أطرق طيب لها الزراعة، أيضا الزراعة جزئين، الزراعة التجميلية والزراعة الأخرى مستحدثة. الزراعة التجميلية مستحدثة، وهي تأخذ الكم من المبلغ من الميزانية مستحدثة. ما أحب أنا أدش في الحقيقة في الزراعة التجميلية، لأن الزراعة التجميلية سبق أن حضرناها باللجنة كذلك، وفي معاناة التجميلية شق آخر في مسؤولين بالهيئة الأخ القلاف وإلى آخره هم مسؤولين عنه. نتكلم عن نباتي اللي هو الأقل بعد الأسماك، 1,700,000 أعتقد إلى 1,000 مزرعة. السوق مليان من الإنتاج الكويتي جدا الحقيقة ظلم، وعندي الحقيقة بنود واضحة من إنشاء الهيئة العامة للزراعة، وأولها الاهتمام بالقطاع الزراعي واضحة، وأنا حاط عليها تأشيرات الأخصائر واضحة. وين الاهتمام بالقطاع الزراعي؟ انت قاعد تمن علي 200 دينار و300 ولا 500 دينار ولا حتى 5000 دينار لما اكون انا منتج صيف وشتاء، لما يكون عندي تبريد مكلفني ب 98,000 دينار و 100,000 دينار، تشع علي ب 5000 ولا 4000 دينار بالسنه، هذا ما يكفي حتى قيمه دوره واحده اللي هي 3 اشهر من بذور. البذور اسعارها الان على 40 و50 دينار وبعضها على 100 دينار، الكوت الكرتون صغير. في اجحاف وفي ظلم، وأنا أسارع الحقيقة أقول الأخوة بالهيئة بدون زعل راح يكون لنا وقفة شديدة جدا داخل مجلس الأمة فيما يتعلق إذا ما غيروا سياستهم وانظروا نظرة جدية مجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بالدعم الفائت اللي هو الفترة الثالثة والرابعة
على فكرة يعني في معلومات أن الدعم على الفترات أولى وثانية وثالثة على السنة، وكل شهر كل ثلاثة أشهر تعتبر فترة. الآن توم صار فيه مثل ما قال الأخوان بالجلسة السابقة عندكم هني فترة ثانية، فترة ثالثة ماكو ولا فلس عندهم، الفترة الرابعة ماكو ولا فلس. تخلي هذا الرجل معلق إلى قائد شهر 12 القادم؟ طبعا احنا ما نقدر نرد، لان المفروض الاخوان بالهيئه اتمنى الاخوان من الهيئه اتمنى من يردون، يعني يمكن احنا قاعد نظلمهم في ان ما كان احد منهم موجود معانا. انا اتمنى من الهيئه الاخوان بالهيئه واتحاد الحقيقه الجمعيات التعاونيه ان يردون ونشوف اذا في تعقيب ولا نتمنى ان شاء الله. الاخ منصور رفدي معنا على الهواء. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الله بالخير ابو عبد المحسن. الله يمسك بالخير. هلا والله اخ منصور، الله يطول عمرك يسلمك. اخوي ساير اشكركم على البرنامج. طال شكرا طال عمرك. والله اخوي بس المداخله اللي بغيت اتكلم فيها، الجمعيات التعاونيه بصراحه ابدينا استعداد كامل كاتحاد، وكأنا احد اعضاء مجلس اداره ومسؤول عن التسويق. نعم. قعدنا معاهم الى درجه ان نوصل لهم الكرتون زياده عن السعر اليومي 5 فلوس، يعني واصل للجمعية زيادة مبلغ 5 فلوس عن سعر السوق، يعني بنص دينار يصير 505 فلوس، يعني أزيد من هالجهد. هذا شنو تبي الجمعية؟ تعاونت معانا فترة معينة أحد الجمعيات، وبعدين حولت على أحد المندوبين وفصلت التعاون مع اتحاد المزارعين. جمعية واحدة فقط ها؟ هذا كجمعية. بعدين طرحنا حتى عملية التوعية لأبنائنا الطلبة كاتحاد، قلنا تكون هناك زيارة نتمناها الاتحاد بقيام اتحاد الكويتي، عمل زيارات للتعريف الطلبة مع وزارة التربية حتى ندزينا كتاب انه يكون هناك تعريف للطلبة عن الانتاج الكويتي والزراعة في الكويت في منطقة الوفرة والعبدلي، حتى يكون هناك الطالب يعرف الانتاج الكويتي والزراعة في الكويت. ومن ثم تكون هناك زيارات وتمناها الاتحاد وتحت اشراف الاتحاد ووزارة التربية مثلا الى الشبرة يشوف الانتاج بالحقيقة داخل الشجرة وإلى السوق. هذه على أساس للمواطن للتعريف. نعاني كذلك أخوي ساير أن وزارة الكهرباء والأخ أبو عبد المحسن من المزارعين الموجودين في العبدلي أو المزارعين الموجودين في الوفرة، انقطاع الكهرباء ما يوجد هناك مهندس موجود في الموقع، خاصة في عطل الرسمية كالأعياد وكذا، لما تنقطع الكهرباء لازم يجي مهندس من الكويت صحيح. إلى المناطق هذه حتى يتم عملية تشغيل الكهرباء في عملية هناك تبريد. هذه لما توقف العملية تصير هناك خسارة على المزارع. المزارع مو بس يعاني من الهيئة، يعاني حتى من الجهات الأخرى اللي ترتبط مع المزارع. بلدية الكويت مع الأسف حتى أنت تطارد الإنتاج الكويتي. أنا في كمسؤول داخل شبرة على شبرة 4، منتوج الكويتي لما يطلع من الشبرة 4 إلى الشبرات الأخرى موظفين البلدية قاعد يكافحونه كأنه يدور شيء ممنوع، شايبك هني كذا ومخالفات. يا أخي اسمح له خلي يسوق، أنا منفذي مثل ما تفضل الأخوان وتفضلت أنت وتفضل عبد المحسن، مكاني ضيق لازم أطلع للشبرات الأخرى حتى يتم عملية تسويق. منصور أنتم على فكرة بالجهات الحكومية منو راضين عنه؟ مشكلة احنا هذه يبدو انكم مو راضين عن احد بالمرة. خل اقول لك شيء، احنا يعني نتكلم في انا كلامي ممكن يكون شوية جريء او شوية ساعات الجراءة او اجرى من هذا الحلقة. لا بس انا اقصد عفوا لمنصور، شنو اعطتني الحكومة تمام عشان انا ارضى عليها؟ ابسط مثال ما اعطتني تماما ابو عبد المحسن. طيب يعني ما في جهة متعاظمة معكم، يعني انا افهم من كلام الاخ منصور ان الكل لا رضى البلدية ولا الكهرباء ولا كذا. طيب تسمح لي شوية، يعني ابو عبد المحسن يعرف انا كمنتج كويتي اخذ من المزرعة اوصله الى مكان الموقع 6 ساعات. المشابه للانتاج الكويتي سواء طماط او خيار وكذا، المشابه المستورد يباع، ويلاحظون المواطنين ويسمعون الحين، يباع على الشوارع. أنا ككويتي ما أقدر أوقف بالشارع أبيع، يجيني موظف البلدية أو التجارة يخالفني صح. يعني أبدل أرقام سيارتي على أساس أقدر أبيع صحيح. أنا في بلدي يسمعون المسؤولين ويسمعون المزارعين ومعانين هذه المشكلة صحيح. يعني هذه أنت تقول يعني كل الوزارات أو كل المسؤولين اللي يهتمون فيه يعني محاربينكم، هذا إحنا قاعد نعانيها وقاعد نعيشها. مثل ما تفضل أبو عبد المحسن قاعد نعاني من 50 سيارة وكانت على أيامه، ليش ما أدت دورها وكذا؟
اخوي سايد اسمح لي منصور، لان انا ما عندي وقت الحقيقه. اسمح لي بس تفضل. انا صراحه هناك مزارعات كويتيات ينتجون صار لهم 25 سنه وعلى راسهم الوالده ام عبد المحسن، حتى النواحي الاعلاميه كمزارعه كويتيه لم تاخذ دورها. 25 سنه مرأة كويتيه تصارع في الصحراء لتخضر هذه الارض ويعرفها ابو عبد المحسن. نعم نعم. مزارعين في مزارعات كويتيات موجوده، النواحي الاعلاميه حتى ما قاعد ياخذونها. واشكركم طبعا. شكرا شكرا. انت بالتالي لفيت علينا شوف. اسمح لي. شكرا ابو عبد المحسن. شكرا بارك الله فيك. شكرا منصور. الله يخليك ان شاء الله. ابو خالد اسمح لي يعني احب انوه مثل ما شاء الله الاخ منصور، هناك قرار وزاري، ترى هناك قرار وزاري موجود في الاتحاد الكويتي للمزارعين بتخصيص 10 مواقع للانتاج الكويتي داخل جمعيات تعاونيه، وصوره من القرار في اتحاد الجمعيات، وصوره من القرار في جميع اتحاد الجمعيات، في جميع الجمعيات التعاونيه بالكويت. انا مزودهم في وقت صوره من القرار، واحب حقيقه انوه الشيء هذا، قرار وزاري محط باء. يعني هذه نتركها للاخوان في وزاره الشؤون واتحاد الجمعيات يردون على هذه النقطه. اتمنى يعني اتمنى الحقيقه انا ودي اسالك سؤال اخير. تفضل ابو عبد المحسن. لو انت كمزارع وكرئيس لجنه الشؤون الزراعيه في مجلس الامه، فرضا انت استلمت الهيئه، هيئه الزراعه، أو لنقل وزارة الزراعة، بكون أكثر تفاؤلا، متفائل أكثر منكم، استلمت وزارة الزراعة، شنو الخطوات اللي أنت تسويها لازدهار الزراعة في الكويت؟ 1 2 3 4 5. طبعا هذا السؤال ما عملنا حسابه، لأنه ما بس إذا قلت لي أول شيء أرفع الظلم على الناس، كلمة مطاطة أرفع الظلم على الناس. لا أرفع الظلم على الناس. أنا أقول لك أنا بالحسبة الاقتصادية الآن لما أحط لي 10,000 لازم أطلع لي أقل 10% ربحية. أنا بالزراعة لا، 10,000 أطالع السنة اللي وراها، لأن 5,000 عندي خاسر، لأن المستلزمات الزراعية استهلاكية، وبالتالي تبي تعويض. هذه في ظلم واقع. لا يا عم الزراعة أنا أقول لك لما يعني أنا لو يستلمها إنسان ذو عنده دارية عن الزراعة أنا أقول لك راح يقربلها 100%، ولا أرجع لمجلس إدارة ولا أحط مجلس إدارة داخل الهيئة. شو أحط لي؟ احط لي ناس داخل مجلس اداره. ايش قلتم؟ ما قلتوا وتعطيل قرارات لمصلحه الزراعه بشكل عام او مصلحه القطاع الزراعي. اول شيء انا اتخذه اخذ رايي الرسمي، تبون زراعه ولا لا، عشان اقول حق المزارعين تبون ولا ما تبون. الحين تدري في معاناه بالنسبه للمنتج الالبان، معاناه منتج الالبان قاعد يعانون الاخوان، جتنا الشكوى داخل منتج الالبان، الاسماك عندهم معاناه. طيب اذا هم غير قادرين لحل مشاكلهم يا اخي من حقه يروحون ذولا، ما يجوز بعد كل يوم هم جابلين مجلس الامه تعالوا حلوا مشاكلنا. لازم الجهات الرسميه المسؤوله مباشره عن اي قطاع اتكلم عن قطاع الزراعة هي تذل المشاكل وتحلها. يا اخي ليه تعبون المسؤولين اللي فوق؟ انا الحين قاعد انادي من هذا الموضوع، اناشد سمو الامير واناشد سمو العهد. طيب لما في معاناه ما ناشدت انا؟ يا اخي المفروض هم يمشون بعملهم، موظفين بالدوله وقادرين يمشون العمل. وهذا الكلام مو موجه ايضا للهيئه، موجه لكل قطاعات. نعم. الكهرباء ولا نعم. اخر اتصال الحقيقه معنا. الو 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 يا هلا، شكرا بخير. الله بالخير. هلا اخو ساي شلونك؟ يطول عمرك الاخ حزم الجلال. شلونك ابو عبد المحسن؟ انا شكرا بخير اخ حزمي. شلونك طال عمرك؟ شلون صحتك اخوي العود؟ انت والله تراك طال عمرك، هذا من طيبك بارك الله فيك. كيف الحال؟ طال عمرك. طال عمرك، عسى الله يسلمك ابو عبد المحسن. بس بستفسر عن المياه وعن الكهرباء اللي للمزارعين. نعم طبعا. انت تعرف ان المياه المعالجه اللي قاعد ترمي في البحار حوالي يمكن 6 ملايين جالون، وقاعد ترمي في البحار، والحين قاعد يحطون على المزارعين لألف جالون ما يقارب دينارين، والمزارعين قاعد يشترون ب 300 فس بالتناكر يعني. نعم. يعني هذه نقطه يعني ما تطرقتوا عليها ولا تطرقتوا عليها بالمره يعني، واحنا متأملين منك كل خير يعني. بارك الله فيك. شكرا شكرا اخ حزم. يعني شكرا سمالك. شكرا اخ حزم. على فكره اخ حزم مزارع، والده مزارع، اخوانك لهم عائله طيبه ان شاء الله، وكذلك الاخ حزم كان عضو مجلس اداره الاتحاد الكويتي للمزارعين ايام كنت انا رئيسه. المياه حقيقة طلبنا الإخوان رأسهم وكيل وزارة الكهرباء وحضر باللجنة وتم النقاش الموضوع هذا، يذكرون الإخوان أعضاء اللجنة في حقيقة أن تخفيض الأسعار
فيما يتعلق بالوفرة صار تمديد الحقيقة للإخوان مزارعين الوفرة، والآن كثير من الإخوان مزارعين الوفرة ممتنعين بأن الماء يوصل، في تكلفة غالية جدا وبالتالي فيها ضرر عليهم فيما يتعلق بالتسويق فيما بعد. المعادلة الاقتصادية بالنسبة لهم أمانة إذا أعطيتني شنو مقابلة، إذا حطيت شنو آخذ مقابلة، فالسعر هذا فيما يتعلق بالماء يؤسفني أقولها إنه فعلا ما يعوض. الآن اليوم مطر، أعتقد أكثر الناس فرحانين بالمطر المزارعين، راح يخفضون الحقيقة شغل تناكلهم أو كذا بالنسبة للإنتاج يومين أو يوم ونص تقريبا، أو لم يكن يوم من يوم ما راح يروون، هذا من عند الله طبعا مو عند وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء يعين الله إن شاء الله خير وبركة. الأخ إن شاء الله حزمي حقيقة إن شاء الله أنا أوعدت كل خير بحكم أن أنا كمزارع في مجلس الأمة، وإن شاء الله لنا رجاء كبير من تعاون الأخوة المعنيين الوزراء المعنيين في الحكومة وكذلك الأخوة أعضاء مجلس الأمة، أن يكون تعاون وثيق جدا وتذليل مشاكل المزارعين بشكل عام، ونتمنى إن شاء الله أن فعلا يتم هذا بأسرع وقت. ونحن نتمنى إن شاء الله أن تكون الحلقتين الحلقة اللي فاتت وهذه الحلقة بادرة خير، لعل وعسى أن يكون هناك حل لمشكلتكم إذا كان لكم حق. فنتمنى أن تأخذوا إن شاء الله أستاذ علي الخلف رئيس لجنة الشؤون الزراعية مجلس الأمة وعضو اللجنة المالية ورئيس اتحاد المزارعين سابق، شكرا وأنا شاكر لكم. أحب بس أنت فضلت علي نص دقيقة، نسيت الحقيقة الأخ خالد العثمان. نعم. رجل فاضل وطيب وجهد طيب في شركة منتجات في وقتها كان موجود، فكان بيننا تعاون في ذاك الوقت، أرجو المعذرة أن لم أذكر اسمه، ذكرني الأخ خليفة البنوان، فأكرر عذري وشكري للأخ خالد العثمان من الناس اللي اشتغلوا في شركة المنتجات. وشكرا لك أبو عبد المحسن، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله على المستوى الشخصي وعلى كل المستويات. عزيزي المشاهد، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج الحكم بعد المداولة. في الحلقة القادمة حقيقة سنتحدث بموضوع مشابه، وهو سؤال يطرح في الحلقة، هل يمكن أن تكون الكويت بلد سياحي؟ ما هي إمكانية ذلك؟ هل لدينا المقومات أم لا؟ وكيف يفكر المختصين والمهتمين بهذا الجانب؟ ما هي العراقيل وما هي المشاكل؟ كل هذه الأسئلة سنجاوب عليها إن شاء الله، نحاول أن نجيب عليها في الأسبوع القادم وضيوف جدد في هذا البرنامج. انتهت حلقة هذا الأسبوع من الحكم بعد المداولة، إلى اللقاء. We'll be right back.